ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الإدارية الجديدة وتحديدا من كاتدرائية ميلاد المسيح مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي أهلا بك وكل عام وكل المصريين بخير، يعني ضعنا في الأجواء لديك وقداس عيد الميلاد المجيد الذي تابعه المصريون جميعا منذ لحظات. تحياتي لك ولكل متابعينا من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمرار لصلوات قداس عيد الميلاد المجيد. وهذه الكاتدرائية التي شهدت منذ قليل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحدث للكثير من المصريين من حضور هنا في هذه الكاتدرائية حول كلمة بها تهنئة وبها العديد من الرسائل الخاصة بالطمأنينة لجميع الشعب المصري مستقبل هذه البلاد. وأيضا كان هناك حضور وحفاوة ومحبة كبيرة من شعب الكنيسة في استقبال الكثير من الزوار. وكانت كاتدرائية ميلاد المسيح قد استعدت وتزينت منذ وقت بعيد لاستقبال هذا الحفل وهذا القداس الكبير، وكانت استعدت في استقبال الحضور من كبار الزوار والمسؤولين عند الساعة 5 من البوابة الثانية التي كانت مخصصة لكبار الزوار والوزراء والمسؤولين والسفراء من جميع دول العالم. وأيضا البوابة الثالثة لهذه الكاتدرائية كانت في استعداد لاستقبال شعب الكنيسة من يقومون ويأتون إلى هنا لأداء قداس عيد الميلاد. أيضا هنا في الكاتدرائية كانت تستعد بتزيين بالكثير من اللوحات والكثير من أيضا الرايات وأيضا الأنوار الخاصة بعيد الميلاد. وكان هناك العديد من الترتيبات الأمنية الموجودة هنا في كاتدرائية ميلاد المسيح. كما أيضا هذه الكاتدرائية قبل انطلاق القداس وضعت عدد من الترتيبات منذ 5 استقبال الحضور من شعب الكنيسة وكبار الزوار، وعند 7 انطلقت صلوات القداس، وأيضا الذي يستمر حتى منتصف الليل. وفي هذا القداس حضر الكثير من كبار الزوار والمسؤولين والوزراء والسفراء وأيضا أعضاء من مجلسي الشعب والشورى. عودة إليكم مرة أخرى من كاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة رامي محمد، شكرا جزيلا لك.